السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا جديد إدراج الإطار المضمن أو إدراج علامة الـ iframe في صفحة الإنترنت. زين، شنو معنى tag iframe؟ عندي صفحة إنترنت، تمام، وكلمة الـ iframe بيسوي لي مساحة فاضية داخل صفحة الإنترنت بحيث إن الروابط التشعبية يفتح داخل الآيفريم، بدل ما أضغط على الرابط التشعبي ويفتح لي إلى صفحة جديدة، لا، أفتح الرابط التشعبي، تمام، وهذا الرابط التشعبي يفتح من خلال آيفريم، والآيفريم موجودة في وين؟ في صفحة الإنترنت. طبعاً مفهوم الإطار مش واضح لكم غير لما أوريكم تطبيق عملي، ومن خلال التطبيق العملي هتفهموه أكتر. زين، أنا عندي صفحة ما فيها أي فريم وهذه رابط تشعبي، تمام، أضغط على الرابط التشعبي ينتقل لي إلى صفحة أخرى، وطبعا ما ينتقل لي إلى صفحة أخرى أروح أسوي باك، أهو باك ينتقل إلى صفحة رئيسية، أفتح صفحة جديدة، أروح باك يفتح لي صفحة رئيسية، تمام؟ زين، الموقع الثاني فيها آي فريم، هذه آي فريم، تمام؟ أضغط على نص الارتباط أو الرابط التشعبي ينتقل لموقع في نفس الموقع من غير ما أتعب نفسي وأسوي باك، لا، أهو نفس الموقع. الرابط الثاني أهو موقع في نفس الموقع أو الموقع داخل الآي فريم. طيب تعالوا نشوف كيف ندرج إطار المضمن داخل صفحة الإنترنت. تعالوا هنا ضمن المقطع كونتينس، هاي مثال على إدراج الإطار المضمن. المثال جدا بسيط ودايما بيجي في الامتحانات النهائي او المنتصف، فركزوا من هنا، من خلال دي السؤال هتعرفوا كيف ندرج اطار مضمن ضمن المقطع الكونتينس. طبعا حدد لك ان الاطار مضمن داخل مقطع الكونتينس، ابحث هنا في الموقع فهو مقطع الكونتينس، تمام، مكتوب إن أدرجي الإطار المضمن المسمى BH وله معرف ستايل. طيب كلمة إطار المضمن I frame، أفتح الـ I frame وأصك الـ I frame مثل ما تعودنا في إدراج علامات HTML، أفتح العنصر وأصك العنصر، تمام، والإطار المضمن يعني iframe. نكمل المسمى، كلمة المسمى يعني name، كلمة المسمى شو معناها؟ يعني name يساوي شنو اسمه؟ bh، واكتب bh. طيب نكمل، قال لك هنا وله معرف style. طيب كلمة المعرف شنو معناها؟ احنا خدنا في السابق في الفيديوهين السابقين في مقطع وفي الفيديو قبل المقطع إدراج المقاطع إن كلمة المعرف يعني ID. كلمة المعرف شو معناها؟ ID، فبكتب ID. زين شنو ID؟ شنو اسم ID؟ يعني style، فبكتب يساوي style وخلصنا. طبعا يا بناتي حلوين، هنا ما نكتب شيء داخل الآيفريم، هنا ممنوع كتابة أي حاجة داخل الآي فريم، إحنا عايزين ندرج مساحة فارغة داخل مقطع الكونتينس بحيث إن الروابط التشعبية يفتح في داخل الآي فريم، فهنا ما نكتب شيء، بس فراغ. هنا شنو؟ فراغ، مساحة فاضية. خلصنا من إدراج آي فريم، نروح هنا ضمن المقطع ناف بار، نبحث على مقطع ناف بار، فهو مقطع ناف بار. زين، أدرج الخاصية المناسبة للرابط
introduction and quick facts الرابط الأول، والرابط الثاني hotels in بحرين لتمكن مفتحهما ضمن الإطار المضمن المسمى beach. زين، في خاصية بنستخدمها فقط في الآي فريم، ونستخدمها في الآي فريم. زين، هاي الخاصية بتخليني إن ذا الرابط يفتح من خلال آي فريم. زين، شنو الخاصية؟ اسمها target يعني هدف. أعمل هدف داخل آي فريم. زين، target يساوي عايزة أربط الارتباط التشعبي دي مع الآي فريم، فهسميها BH. BH أهو مكتوبة أهو، المسمى BH. طبعا أسماء الآي فريم متغير وليس ثابت. عملنا في أول رابط تشعبي. الرابط الثاني hotels in بحرين. target يساوي BH. اوكي، وضحت معاكم؟ طب تعالوا نشوف. اهو شفتوا، عمل لي صف، عمل لي مساحة فاضية، شفتوا؟ طيب، وربطنا الرابط التشعبي بالآي فريم، اهو شفتوا؟ وضحت معاكم؟ عايزين نفهم يا جماعة إن كلمة الآي فريم ثابت وكلمة النيم ثابت، لكن اسم الآي فريم متغير والآي دي ثابت، وكلمة أو اسم المعرف بيكون متغير. تارجت ثابت، اسم التارجت بتعلق في وين؟ في اسم الآي فريم. اسم التارجت بتعلق في وين؟ في الاسم الآي فريم. تمام؟ يعني دي متغير، الأخضر متغير، الأزرق ثابت. تمام وضحت معاكم؟ عايزين نكمل، احنا مش عايزين ان الاي فريم مساحته صغيره، احنا عايزين نكبر الاي فريم، ننسق الاي فريم. تمام، تعالوا نكمل السؤال. تنسيق الاطار المضمن الاي فريم، طبعا من خلال تنسيق الاطار المضمن الاي فريم نعتمد على المعرف. المعرف اهو تنسيق المعرف ستايل، واحنا عرفنا الاي فريم بستايل. تمام، زين، تعالوا ننسق الآي فريم. عدلي تنسيق المعرف ستايل. المعرف، كلمة المعرف احنا قلنا في السابق ان كلمة المعرف بنحوله الى رمز هاش، واكتب اسم المعرف وافتح قوس وسكر، واكتب الخاصية والقيمة. قال لك الارتفاع يعني هاي، 100 فصل، وقال لك العرض، العرض width. وعمل سيف. طيب تعالوا نشوف في تغيير حصل. في تغيير اهو، هتوضح معايا. شفتوا كب الاطار او الاي فريم كبرت شويه. طيب انتوا ممكن نعمل حدود للاي فريم، يعني نعمل مثلا بوردر، هنعمله من عندنا 2 بكسل دي شيت، وبعدين مثلا اختار لون مثلا يلو جرين، مثلا يلو جرين، فاصلة منقوطة، يلو جرين يعني أخضر مصفر. زين، تعالي نشوف. شفتوا اهو، حدد لي الإطار، شفتوا اهو واضح الإطار المضمن اتحددت اهو، شفتوا. وكده خلصنا من درس الآي فريم. أتمنى إن أنتوا استفدتوا من درس اليوم. الدرس اليوم جدا سهل، ويا ريت تحلوا تمارين
في الكراسة. في آخر الفيديو في أرقام التمارين، وحددت لكم الصفحات، وتواصلوا معي على البوابة التعليمية أو على الواتساب.